سألتهم كيف تغير الواقع، اسمع اسمع كيف تغير الواقع وبأي خطوة بدأ التغيير. قلت كيف تغير الواقع من تمسك بالدين إلى انحلال وضياع؟ قال اختلط الرجال بالنساء، اختلط الرجال بالنساء فضاعت الفضيلة وانتشرت الرذيلة في كل مكان. أصبح ووصلوا إلى درجة من الضياع أن كل فتاة مسلمة عندها صديق، أصبح أمرا طبيعيا في حياتهم أن الفتاة المسلمة تغدو وتروح مع صديقها ويدخل معها في بيت أبيها وبيت أمها، بل قد يزني بها وأبيها في المسجد، بل قد يزنى بها في بيت أهلها وأبوها يصلي وأبوها يصلي في المسجد. كتمت آلامي، كتمت أحزاني، وأنا أرى ذلك البلد المسلم يفعل به ما يفعل.